السلام عليكم متابعينا الأعزاء في الجزء الأول من الحلقة الخامسة والأخيرة من باقة كيف يؤخذ الحق، وهي بعنوان متى نستخدم ورقة المرجعية. عندنا دائرة صراع من الخارج، دول تريد تعزز نفوذها بالعراق، ومن الداخل أحزاب تتنافس على السلطة. مع ذلك تشوف اهتمام الجمهور والإعلام والمراقبين مركز على قوة ثالثة خارج هاي الدائرة ينتظر منها كلمة الفصل، وهي المرجعية الدينية. وحلقتنا اليوم هي محاولة لفهم هاي القوة الثالثة. أكرر العبارة، الحلقة لفهم مشروع المرجعية من خلال خطاب المرجعية نفسها، بعيداً عن المدح والتقديس لشخص المرجع أو الذم والهجوم على الشخصية، لأن إذا تمدح ما تقدم شيء، وإذا تهاجم ما تأخر شيء، لكن تفهم المشروع يعني سويت كل شيء. مثل ما قالت مجلة نيوز ويك الأمريكية لما كتبت مانشيت رئيسي What Sistani Wants. ليش إحنا بحاجة للفهم؟ لأن عندنا طيفين من الناس، طيف يريد المرجعية تبقى بعيدة عن الأحداث وما تتدخل بأي شيء تحت مسمى فصل الدين عن السياسة، أو تحت مسمى أنت اللي ورطتنا من البداية. طيف ثاني بالعكس يريدها تتدخل بكل التفاصيل، ولازم هي اللي تحرك المجتمع بكل صغيرة وكبيرة. وأكو طيف ثالث يريدها حسب الطلب، إذا تدخلها يناسب أفكاره فهو يقلد السيد، وإذا يخالف أفكاره فلازم السيد يقلده. والمضحك من بين كل هذا الجدل، ما حد يسمع من المرجعية نفسها شنو قواعدها بالتدخل. هذا الكتاب من أول الآخر عبارة عن أسئلة وجهت لمكتب السيد السيستاني حول رأيه بالأحداث من 2003 إلى الآن، والمفروض يكون من مقتنيات أي شخص يريد يقرأ المرجعية بدقة، وهاي هم دعاية مجانية لدار النشر. زين، خلونا نسولف لكم كواليس هاي الحلقة. اجينا كمجموعة اعداد اعمارنا بالعشرينات والثلاثينات حتى ندرس مواقف رجل تسعيني اسمه علي السيستاني، بغض النظر مقتنعين بمواقفه لو لا، بس نريد نفهم مبرراته شنو، وحددنا سبع مواقف صدرت منه خلال ال 16 سنة الماضية حتى نحكي عنها. بس من بدينا كتابة الناس شفنا ما بيها مجال، من المستحيل توضيح هاي المواقف بدون شرح الجذور العلمية والفقهية اللي ينطلق منها كمرجع ديني عنق مقيد ورايح للوقوف أمام الله حتى يحاسب عن دماء وأموال وأعراض ومصير ناس اللي كلها مرتبطة بكلمته. السياسي المجرد أهم شيء عنده التسلط والاستحواذ بأي طريقة، هذا منطق تلاقفوها يا بني أمية. بالمقابل أكو منطق علوي، لا أصلحكم بفساد نفسي، يعني لازم جوابي لله حاضر قبل أي موقف أتخذه. احنا مرات نريد الشخص علوي وننتظر منه منطق اموي، فلازم تطولون بالكم علينا مقدمة ايضاحية من بعدها راح يكون شرح المواقف جدا سهل. اللي يقرأ تاريخ الحوزة العلمية من 1000 سنة لحد الان يشوف عدها منهج ثابت لتربية الطلبة، ومن اليوم الاول تبدي تقوى عدة جناحين. الجناح الاول هو الجناح العلمي والمعرفة الدقيقة بتراث اهل البيت، وتلقى الطالب من عمر 14-15 سنة مخلل نفسه حوافز معنوية مثل رواية الامام الباقر عالم ينتفع بعلمه أفضل من 70,000 عابد. الثاني هو الجناح الاجتماعي والخبرة الكافية بالمجتمع اللي راح يسمع كلمته يوما ما، وحافزهم المعنوي هنا قول الإمام الصادق العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس، يعني ما يشتبه بسهولة، ويبقى الطالب بهذا المسار 60-70 سنة من طالب مقدمات إلى طالب سطوح إلى طالب سطوح عليا إلى طالب بحث خارج إلى أستاذ، ثم البعض منهم إلى مجتهد، ثم البعض منهم إلى مرجع تقليد. مرجع التقليد يتعامل ويا دائرتين من الناس، دائرة المقلدين اللي يرجعوا له بأحكامهم الشرعية، وهي دائرة قائمة على الأعلمية لأن يكونها المعتقدين بأعلميته. الدائرة الثانية هي بقية أفراد المجتمع اللي يطيعون كلمته حتى من غير مذاهب أو ديانات أحيانا، وهاي الدائرة قائمة على المقبولية لأن تكونها القاعدة اللي تقبل قرارات. بالنسبة للدائرة الأولى ما عدنا بها كلام لأن هي علاقة فتوائية بين الفقيه والمكلف. بس يبقى السؤال المهم بهاي الحلقة، متى يتدخل المرجع ومتى لا يتدخل في الدائرة العامة؟ الجواب، المرجعية الشيعية عبر التاريخ كانت تتدخل بحالتين، حفظ أحكام الدين وحفظ المصالح الاجتماعية. معناها كل مصلحة للدين أو للمجتمع يمكن تحصيلها، وكل ضرر يمكن دفعه، فالعلماء يعتبرون تكليفهم الشرعي. لكن هذا التدخل تحكمه مرتكزات علمية ثابتة في الشريعة مثل وجوب بيان أحكام الدين اللي هو الوظيفة الأصلية للعالم، ومرتكز اسمه وجوب نظم أمر المجتمع، ومرتكز اسمه وجوب حفظ النفس المحترمة، ومرتكز
اسمه قاعدة التزاحم، يعني تختار بين المهم والأهم وتخلي التدخل وعدم التدخل محكوم بالأكثر نفعاً أو الأقل ضرراً. وهذا معنى حديث الإمام الرضا لما سأل أحد أصحابه اسمه الحسن بن علي الوشاء، قلت حق علينا أن نسألكم؟ قال نعم. قلت حق عليكم أن تجيبونا؟ قال لا، ذاك إلينا إن شئنا فعلنا وإن شئنا لم نفعل. معنى كلام الإمام القيادة الدينية غير مضطرة للجواب، لأن مرات السؤال بيفخ ومرات الجواب بزيادة في شرخ المجتمع أو انفلات أو اضطرابات، لذلك أوكل الأمر للظروف وحساب التقديرات. وهسه نطبق هاي القواعد على حالة السيد السيستاني وشبعوا أمثلة. إذا الموضوع بدائرة المقلدين والجواب ينطلق من حالة حفظ أحكام الدين، عندنا ثلاث أقلام: بيع الأوراق النقدية ولعبة كلاش أوف كلانس وبيع المخدرات. إذا الموضوع بدائرة المقلدين والجواب ينطلق من حالة حفظ المصلحة العامة للمجتمع، يعني مو قصة حلال وحرام، عندنا قلم واحد وهو التطبير. وإذا الموضوع بدائرة عامة الناس فالموقف دائما ينطلق من حالة حفظ المصلحة العامة، وعندنا أربع أقلام: دخول الاحتلال، تفجير سامراء، فتوى الدفاع، المظاهرات. هاي ثمانية أقلام، إذا نشرحها تفصيلا ونذكر كل الأحداث اللي رافقتها نحتاج 8 ساعات، فراح نخوض معركة مع كتابة النص ونعتمد على تركيزكم. انتظرونا 30 ساعة إن شاء الله ونشوفكم بالقسم الثاني.